السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النية هي كل شيء أيها الأحباب الكرام. رقا لكن هناك الرجل صاحب العقل الراجح وهناك الرجل صاحب النية الصادقة. شكون اللي كيغلب في النظر ديالكم؟ الناس عادة كيقولوا بأن صاحب العقل الناضج هذاك راه عنده العقل، عنده المنطق وعنده الفكر وعنده التحليل هو اللي غادي يربح. لا، صاحب النية علاش حيت كدور الدائرة. كيقول لك الفل كيدور والسويع بالدهلة، كدور الدائرة تدور الدائرة، فيفتح الله تعالى لصاحب النية الصادقة من الفتوحات ويعطيه من الكرامات ما يحتار فيه صاحب العقل الراجح. داك اللي كيعتمد على عقله كيقول انا اللي كنفهم وانا وحدي اللي عندي المعرفه وغيري لا يفهم، ويغتر بعقله ويغتر بفكره. الله سبحانه وتعالى كيقول له هاد نتيجه الغرور والكبرياء والعجب نتيجتها الى البوار. لكن اللي عنده النيه الصادقه ويفوض امره الى الله كيكون متواضع، كدور الدائره الدور الدائره الدور الدائره وكتجي الكره في ملعبه وهو الذي يسجل. فأخونا سيدي محمد بن الراشدية نحسبه من أهل النية، أهل النية. وكما سلف الذكر فإن أول ما ذكره المحدثون والفقهاء إنما الأعمال بالنيات، واللي أعطى الله القلب صادق فهذاك هو الربح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي سيدي محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتيسير، وأن يمدك بالعطاء ويمدك بالمدد ويجعلك مرفوع الهامة بين أقرانك، ويحفظ لك العائلة والأحباب وكل ما في قلبك وضميرك ونفسك ربنا أعلم به. نسأل الله تعالى أن يعجل لك بالفرج يا رب. كل من قال آمين من الأحبة الكرام ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول من طنجة إلى إقليم الراشدية معنا سيدي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو سيد فيكم. أهلا سيدي محمد، حياك الله مولاي. كيداير شي هويا؟ لاباس عليك أخويا. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. عظم الله يبارك فيك الوالدة. الله يرحم الجميع يا ربي وجميع المسلمين. الله يرحم والديك، والله نهار كبير هذا حيت سمعتك. جزاك الله الف خير اخويا، حنا اللي سعداء بك، حنا سعداء بك سيدي محمد. الله يكثر خيرك استاذ. الله يحفظك ويرعاك مولاي. خيرك استاذ، وكنشكر سي سامي. اييه. الله يطول عمرك. سي سامي هي دائما في الاخراج وفي تلقي المكالمات. سي سامي رجل شاب وسيم ميسر مبارك. كنت فرحان معك الخدمه مع الحمد لله. الله يطول عمرك استاذ. بارك الله فيك مولاي. بغيتك استاذ تستعين معايا شي دعوه ديال الخير ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا كريم. افتحوا فوجعنا فوجع المسلمين والمسلمات ان شاء الله. البركه والتيسير ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. الله يفتح لك باب التيسير مولاي. الله يفتح لك باب الفرج. يا ربي يا كريم شكرا لك سيدي محمد. ونطلب الله سبحانه وتعالى بهذه النية. النية راه هي كل شيء أيها الأحباب الكرام. رقا لكن هناك الرجل صاحب العقل الراجح وهناك الرجل صاحب النية الصادقة. شكون اللي كيغلب في النظر ديالكم؟ الناس عادة كيقولوا بأن صاحب العقل الناضج هذاك راه عنده العقل، عنده المنطق وعنده الفكر وعنده التحليل هو اللي غادي يربح. لا، صاحب النية علاش حيت كدور الدائرة. كيقول لك الفل كيدور والسويع بالدهلة، كدور الدائرة تدور الدائرة، فيفتح الله تعالى لصاحب النية الصادقة من الفتوحات ويعطيه من الكرامات ما يحتار فيه صاحب العقل الراجح. داك اللي كيعتمد على عقله كيقول انا اللي كنفهم وانا وحدي اللي عندي المعرفة وغيري لا يفهم، ويغتر بعقله ويغتر بفكره. الله سبحانه وتعالى كيقول له هاد نتيجة الغرور والكبرياء والعجب نتيجتها إلى البوار. لكن اللي عنده النية الصادقة ويفوض أمره إلى الله كيكون متواضع،
كدور الدائرة الدور الدائرة الدور الدائرة وكتجي الكرة في ملعبه وهو الذي يسجل. فأخونا سيدي محمد بن الراشدية نحسبه من أهل النية أهل النية، وكما سلف الذكر فإن أول ما ذكره المحدثون والفقهاء إنما الأعمال بالنيات، واللي أعطى الله القلب صادق فهذاك هو هو الربح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي سيدي محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتيسير، وأن يمدك بالعطاء ويمدك بالمدد ويجعلك مرفوع الهامة بين أقرانك، ويحفظ لك العائلة والأحباب وكل ما في قلبك وضميرك ونفسك ربنا أعلم به. نسأل الله تعالى أن يعجل لك بالفرج يا رب. كل من قال آمين من الأحبة الكرام ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.